قريب احزن نتنزه انا وياكم بجنينة نشيد الانشاد ندخلكم الجو الرومانسي للكتاب. هو بالحقيقة كتاب شعر غزل، مصدره مش معروف من وين بالضبط، ولكن موجود لقانون الكتاب المقدس بمجموعة بسموها الكتب الحكمية أو الأدب الحكمي، ولكن هي ما كتير الناس بيستسيغوها لأنه ما بيحسوا فيها حديث مباشرة أنه الله حكي الشعب سمع صار في حوار صار في كلا. هو شعر بين حبيبين. نحن خاصة بالأدب الرهباني بياخذوا هالكتاب كحوار بين الله والنفس البشرية أو بين النفس البشرية والله، بمعنى أن تصل العلاقة بين الإنسان وربه إلى هالمستوى من الحب، وأن يسلم الإنسان نفسه إلى الحبيب ويقبل الإنسان حب الحبيب للنفس البشرية. هلأ القديسين العظام الكبار اللي وصلوا إلى مرحلة كبيرة من فهم وإدراك حب الله لهم بيصلوا بشكل فرح جدا. كان في رئيس دير توفى اسمه الأب ليس مرقص بدير الحرف للكنيسة الأرثوذكسية، مات تقريبا عمر 90 سنة، راهب قديم عتيب. نحن عند الأرثوذكس الراهب بيعني ناسك عند الطوائف، ما في راهب بينزل على الطريق بيعمل مؤسسات اجتماعية، لا، نحن عندنا الرهبان بيسكنوا في الدير فقط على نمط النساك، يعني ما بيعني شيء منيح بس هيك، بس انا عم بوصف الوضع. مرة سمعته عم بيقول انه بحب كثير اغاني ام كلثوم. قلت له انت بتسمع ام كلثوم؟ انا بحب كثير ام كلثوم. قلت له انت ابونا بتسمع ام كلثوم؟ قال لي ايه. قلت له بسمع، هي كلها حكي غرام وحب. قال لي تمام، بشيل الغنية من أم كلثوم وبعملها حوار بيني وبين الله أو بين الله وبيني. قلت له كيف؟ قال لي مثلا غنية أنت فين والحب فين؟ قال لي هبني بسمع الله عم بيقول لي أنت فين والحب فين؟ كأنه الله عم بيلومه إنه بعد حبك ما وصل. عرفتوا كيف بيسمع؟ انت لو حبيت يومين كان هواك خلاك ملاك. قال هيك بيسمع وبحولها الى حوار بينه وبين ربه، او الى مثل الحبيب وقت بلوم الحبيب على تقصيره او على غدره او على خيانته، بيعتبر انه الله عم بيقول له هالكلام، واذا في غزل وحب كانه هو عم بيقول له الله هالشغل. فبتاخذوا صفر نشيد الانشاد على هالمستوى، ان تصل الامور بين حبيبين الى مستوى الوحده، واكثر هيك الى تفاصيل عشق الانسان للانسان. مشان هيك وقت بيوصل الحكي الى الحب الكبير الكامل، ما بنقول بس نحن منحكي عن الحب الروحاني والحب الحب بكل أبعاده حتى التعابير الجسدية، يعني العلاقة الجنسية بين شخص وشخص هي كلام في الحب
بطل تقدر تعبر عنه البشرية بالكلمات، بتعبر عنه بحركات الجسد. إذا حتى العلاقة الجسدية لإطار الحب بيكون هو كلمات، ولكنها ليست كالكلمات، يعبر عنها بكل جوارح الإنسان، بكل أحاسيسه. مشين هيك لما بتغلوا على النشيد بتصيروا تقولوا ايه شو عم يحكي هيك، ما بتاخذوا الامور بالصوره الضيقه لشغله اكثر ما بدكم تاخذوا الامور بعمقها، بمعنى ان الحبيب يحب الحبيبه بكل تفاصيلها. يمكن انتم تشوفوها بشعه، بس هو بيشوفها من اجمل بنات عصرها. انا سوداء لكني جميله، انه الناس كانت تنفر من البشره السوداء، وبعد لحد هلا عنا تمييز. بس بالرغم حتى لو كانت بشعه هو يراها ولا يرى غيرها، هذا هو الحب. اذا هالروحيه هيدي هالذهنيه بالعلاقة بين الإنسان وربه تدخل إلى هالمرحلة، شو بيعني؟ خطيتوا مرحلة العبد والسيد، خطيتوا مرحلة الأجير ورب العمل، وصلتوا إلى مرحلة العريس والعروس. وعم بستعمل كلمة عريس وعروس، العروس، مش عم بستعمل كلمة زوج وزوجة، لأنه العريس والعروس في فترة إحساسهم بالعرس، بيقطع شوي بعد العرس، بضل حديثهم في حالة من الغزل الدائم. هلا بس يصيروا زوج وزوجة بصير حديثهم يحكي عن أمور الحياة والدنيا والصبح وعشية والظهر وشو صار، بخف التعبير، خف التعبير عن الحب يجعل من حدا من الاثنين يفكر انه الحب خف. الزواج مقبرة الحب. ليش؟ لانه ما بعود حدا يعبر، والانسان كائن يحن الى التعبير، يحن اكثر الى ان يسمع تعبير الاخر له. بحب الكلام الحلو، بحب المدح، بحب وصف العلاقة على أنها دائما هي علاقة حية مشتعلة. إذا ما كان هيك العلاقة بين الإنسان وربه، في فتور، في استهتار ببعض الأمور يؤدي إلى الانتباه إلى آخر. مشان هيك تبدأ الخطيئة. إذا الخطيئة هي الجرح الواضح للحب. إذا الخطيئة مش قصة تمرد وعصيان على الله، هي أن تجرح علاقة الحب، لأنه سبق الخطيئة استهتار، سبق الخطيئة برودة، سبق الخطيئة انه تجعل العلاقه امر مفروغ منه كانها عاده يوميه، وهون بصير في جفاف. مش هيك؟ اي حكي تسمعه المراه لطيف من اخر او الرجال من اخرى يعيد الى حياه الاولى، ينتعش. اذا ضل يستسلم لهالشغله يحيد عن العلاقة وبروح. إذا قد ايه مهم تفهموا نشيد الأنشاد، إنه مش قصة إنه صدرك وراسك وإجرك وفخذك وما بعرف شو، أن تفهموا هذا بيعني لا يرى في الكون أحدا إلا حبيبته، ولا ترى في الكون أحد إلا حبيبة. غير هيك أنتوا رايحين على عبادة أخرى غير عبادة الله. والحب عبادة، الحب عبادة.
والحب عبودية وليست عبادة، ولكنها عبادة طوعية وعبودية طوعية. حد يجيب لكم يعني كل حب ما في مفهوم العبودية هو ما نحب ومش هيك ينتهي. كل حب يكون فحواء العبودية لا ينتهي إلا بالقيامة. إذا أنت بتحب واحد وتمارس عبودية طوعية بسبب حبه، هناك قيامة سوف تحصل، إما إلك إما إله إما لاثنينكم. بس ما ممكن ما يكون في قيامة. يا أبونا بس الحب بموت. تمام. الإنسان اللي بحب، الإنسان اللي بحب بده يمارس عبودية قدام اللي بحبه، هو عبد اللي بحبه، ما بيقدر إلا يكون هيك. بس ما بيجعل اللي بحبه عبد، هي ما اسمه حب، هي تسلط. مش هيك بصير في قيامي. قيامي يعني الفرح الأبدي مهما كان في ظروف تعرقل العلاقة. إذا بقي الحب على اشتعاله تتخطى كل الظروف. مش هيك الإنسان مهما كان في حواجز بعلاقته مع الله، زحط، وقع، خطي، زل، إذا كانت العلاقة الحب قوية سوف يقوم من خطيئته، سوف يقوم من مرضه، سوف يقوم من فتوره وبيرجع يشتعل. دي أساس فكرة العلاقة بين الرب والإنسان كعلاقة بين العريس والعروس. هلا العلاقة الثانية المقابلة هي علاقة الأب وابنه بين الله والإنسان. هيدا بتكون أكثر عملية مبادرة من الأب، والابن يتقبل حب الأب. ما كتير الابن مهم انه يحب بيه، بمعنى بي ناطر انه ابنه يحبه. انا بحب ابني مش ناطر يحبني، بحبه لانه بحبه. اما العريس والعروس تبقى العلاقة اقوى اذا حسوا اثنين بتبادل، مش حب من طرف واحد. اذا النشيد هون عم يعطي هالصورة الاكبر. لا أعطيكم أمثلة بس حتى تشوفوا. مثلا بيقول بالعصيدة الأولى: أنا سوداء لكني جميلة يا بنات أورشليم، كخيام قدار كصرادق سلمى. بحط صفات ووصف لمثلا أحلى مطرح، أجمل جنينة، أفضل خيمة، لا يحكي عن كمال الجمال تبعه. لا تلتفتن إلى كوني سوداء، فإن الشمس قد جعلتني سمراء، قد غضب علي بنو أمي فجعلوني ناطورة للكروم، والكرم الذي لي لم أنظره. أخبرني يا من تحبه نفسي، أين ترعى وأين تربض عند الظهيرة، لئلا أكون تائها عند قطعاني أصحابي. شو عم بتقول؟ يا من تحبه نفسي، اللي وين بتكون حتى مضيع وروح شوف حدا ثاني. بدي اياك انت تشوفوا الشوق إلى العلاقة القوية بين النفس البشرية وبين ربها. إن كنت لا تعرفين يدها الجميلة بين النساء. أمين عم بجاوبها؟ عم بجاوبها اللي عم يسمعوا. فاخرجي في إثر الغنم ورعي جدائك عند مساكن الرعاة. برد الحبيب هذا بيقول:
لقد شبهتك يا خليلتي. خليلتي يعني الخليلة، الرفيقة في الليل وفي النهار، بفرسي في مركبات فرعون. ما أجمل خديك بين العقود وعنقك بين القلائد، فنصنع لك عقودا من الذهب مع جمال من الفضة، بينما الملك في حاشيته أفاح ناري رائحته. حبيبي سرة، حبيبي سرة مر لي بين ثديي يبيد، حبيبي عنقود حناء في كروم عين جدي. جميلة أنت يا خليلتي، جميلة أنت وعيناك حمامتان، جميل أنت يا حبيبي وعذب وفراشنا ريان. عوارض بيتنا أرز وأخزيته سلو، أنا نرجس الشارون وسوسنة الأودية، كالسوسنة بين الشوك كذلك خليلتي بين البنات، كالتفاحة في أشجار الغابة كذلك حبيبي بين البنين. في ظل اشتهيت الجلوس وثمره حل في حلقي، أدخلني بيت الخمر ورايته علي هي الحب. أجيب لكم بس صوت حبيبي هو ذا مقبل، وهو يطفر على الجبال ويقفز على التلال. حبيبي يشبه غزالا، هو ذا واقف وراء حائطنا يتطلع من النوافذ ويترصد من الشبابيك. حبيبي تكلم وقال لي قومي يا خليلتي يا جميلتي وهلمي، فإن الشتاء قد مضى والمطر وقف وزال، قد ظهرت الزهور في الأرض ووافى أوان الأغاني وسمع صوت اليمامة في أرضنا، الدينة أخرجت إلى آخره. شو عم بيقول؟ لاحظتم حوار حبيب وحبيبة، كل الصور اللي فيها فن الجمال، كل الصور اللي فيها تعابير الحب بكامل أبعاده الجسدية والروحية موجودة بهالقصائد. الحالة اللي بيعيشها الإنسان في الصلاة إذا كانت أقل من مستوى العشق بتصير الصلاة طلبت. في علاقة حبيب وحبيبة بيقضوا العمر كلام بدون طلبات إلا طلب واحد، أن يبقى الحبيب يحب الحبيبة والعكس. حبيني وما بديش إيه. شو يعني؟ يرتفع مستوى العلاقة بين اثنين على فوق المصلحة وفوق الطلبات الشخصية. بتصير حاجتك ليس أمور الدنيا، حاجتك مش شو ناقصك، حاجتك بتكون حاجة وحيدة هي أن يبقى الحبيب أمام عيونك. هيدا بيخليك ما عاد يهمك الأمور الدنيوية، لنطرح عنا كل هم دنيوي كوننا مزمعون أن نستقبل ملك الكل. هذه بالوقت يبرموا القرابين بالإنتاس البيزنطي. إذن شو بصير يعني؟ ما بتعود بقلق من ما تحتاج له أمور الدنيا. هلا بالحياة العادية اثنين بيحبوا بعض، أنا مستعد أعيش معه على الخبز والزيتون. هذا شو بيعني؟ بيعني إنه حاجة الأكل بتبطل مهمة. أن تحيا بصير أن تحيا أنت من وجود الحبيب فقط. تذكر كلمة سؤال، ليس بالخبز وحده ملح، بل بكل كلمة تخرج من فمك. أكثر من هيك بصير الحبيب يشعر بالسعادة بمجرد أن يأتي ذكر الحبيبة على رأسه.
فكر فيكي كل يوم كل لحظة. هيدا كله بيعطي فرح بيعطي سعادة. شو يعني؟ الحبيب حاضر في حياة الحبيبة والعكس. تخيلوا الله يكون حاضر بحياتكم بكل لحظة. كم وكم من الأمور تصطلح بين الناس. إذن العلاقة العشقية بين الحبيب والحبيبة، بين الله والنفس البشرية، تنعكس على الناس الآخرين. يعني ما بتكون علاقة خاصة بس. إذا علاقتك مع ربك على هالمستوى، تلقائياً علاقتك مع الناس مريحة، مفرحة للناس، وتبني الناس، وتصلح الناس، وتقوم سلوك البشر. إذا كانت علاقتك مع ربك على هالمستوى، بتأثر على محيطك بتصحيح الوضع. والدليل ليش في كوكبة من الناس تجتمع حول القديسين وبتلتجي، في تأثير إنه لما كان القديس سمعان العمودي، إذا حدا سمع فيه سمعان العمودي، سموه العمودي لأنه قد ما كانوا الناس يجي لعنده ويبشر ويحكي ويرشد الناس، آخر شيء عمر أوضة على عمود بيطلع بينام فيها، بيصلي فيها، بيقعد فيها، وبس يجي الناس ليعظهم بينزل. هيدا الناس بتجي قد ما علاقته مع ربه هالقد مهمه، اثر على الناس لدرجه صارت تجي وتسمع فقط. شو تسمع؟ مش وعظ، تسمع ما يختبر من علاقه بينه وبين ربه ويستفيد الناس. قديس مارون ناسك بيقولوا كان يصل الليل بالنهار هو راكع عمال الايدي ولا يتعب. طب يعني يعني لازم نعمل هيك؟ حبه مثل ما حب، ما بحاجه تعملوا هيك لانه رح تعملوا هيك، ومش بالضروره تعمل. بمعنى التعب، السهر، الجوع ببطل هو حاجز يمنع العلاقه هاي. هلا طالما الانسان لم يصل الى هالمستوى من حب الله، على القليل ان يكتشف ويدرك انه الله وصل لهالمرحله من حبه له. يعني إذا أنتم ما قادرين تحبوا الله هيك مثل العشق، تأكدوا إنه هو بيحبكم عشق. كيف تكتشفوا إنه بيحبكم عشق؟ لأنه في غباوة حبه، بيصير غبي. الله كيف عم تحكي؟ أي إنسان غبي باللغة نحن بحكمنا نحن، أي إنسان بحب وحدة هيك متيم فيها وبشوفها قدام عيونه عم بتخونه وهي راجعه، بتقول له ما عندي شيء سوري حبيبي، بيرجع بيقبلها مره اثنين ثلاثه لدرجه كل يوم كل يوم كل يوم. شو اسمه هيدا الحبيب؟ مسطول. هيدا شو هيدا؟ ما فيني اتحمل حتى هالمسلسل، ما معقول قهرني هيك. الله بيطلع فيكم كل يوم، عريس ينتظر العروس وبحب بس تجي ليلة الدخلة يشوفها مهفهفة بالبياض، بيطلع بلاقيها موسخة بالوحل. شو بيعمل؟ لأنه ممنوع تنام على الخدر إلا بالبياض، بيضطر يغسلها ويجيبها بلا عيب ويرجع يعمل ليلة الدخلة. كل يوم بيعمل هالقصة. هذا هو الحب الإلهي للبشر. هيدي برسالة أفسس يلي بيقولوها وقت الكليل تبع رجال ومرة، إنه بيجيبها بغسلها بالكلمة، بالكلمة لتصبح
بلا عيب. إذن عشان هيك بقولكم الحب هو سر، بمعنى ما بتقدر تدركه، ما بتقدر تفسره، مش معقول. عشان هيك بولس بيقول أقول هذا عن السر بالنسبة للمسيح والكنيسة، هذا سر الزواج والكنيسة، مش سرك أنت ومرتك، مش السر. بقول لهم أقول هذا بالنسبة للمسيح والكنيسة، أما أنتم فليحب كل واحد امرأته كنفسه والمرأة تحترم وتهاب رجلها وكذا. إنه رتب أموركم إذا كان المسيح هو رأسكم. إذا ما في سر زواج بين رجال ومرأة، في سر زواج بين يسوع وكنيسته. يصير زواج المسيحي سر لأنه ارتضوا اثنين إنه هن يكونوا الكنيسة، يعني العروس ليكون المسيح هو عريسهم، يبقى السر. وبتعيشوا حالة الحب. كيف بدكم تتغزلوا بالمسيح ليل نهار؟ ينعكس هيدا على علاقتك على شريكك، على شريكتك. مشان هيك بصير المعاملة وبصير التضحية وبصير التحمل والصبر، وبتحول كل قصة الزواج إلى مشروع صليب ينتهي بالقيامة. مش مشروع صليب وتسكتوا، لأن مؤسسة الزواج بشرياً فشلة فشلة فشلة. يعني رح تكون أكثر دقة، 80% من الزواجات الباقية هي مش بسبب الحب ولا بسبب سبب إنه شو نعمل، مين بنمشي الحال؟ 80% أنا دارت بأمونة. إذا كانت العلاقة على مستوى العشق الإلهي لا نواقص اللي بتشوفهم بشريك حياتك بأثروا عليه، ولا نواقصك بأثر، لأن هناك ما هو أعظم وأكبر وأعمق. هلا سيبقى هيدا الحب المثالي تيب تبعنا ونحن بنسعى له. الكمال هو من يسعى إلى الكمال، والحب هو من يسعى إلى الحب. ما في غنى غير حب. ما فيك تتعلم السباحة برات المي، تتعلمها بالمي. ما فيك تقلي علمني الحب كيف، ما بتتعلمه إلا ببحر الحب. وهيدا كله يتطلب تواضع كبير، تواضع كبير، أن واحد يقبل محبة غيره، هيدا تواضع. بس أن يكتفي بمحبة غيره هي كبرياء. اسمعوا اللي عموله كتير مهم، إنه تقبل محبة غيرك تواضع، بس تكتفي فيها يا ما تعمل ولا رد أنت، هي كبرياء. الإنسان مع الله يمارس هي العلاقة الثانية، إنه تقبل محبته مش مضطر تعطي شيء، كبرياء. أما القديسون من بعد ما قبلوا محبة الله قالوا ما بصير، لازم نقدم شيء. شو قدموا؟ الأمانة والإخلاص. لا ما في شيء تاني، ما في شيء تاني. إذن الكلام اللي بتقروه على رواق بعدين بس تروحوا على البيت بصدق وقت، لو هيك مثلا اني التمسته فما وجدته، رحت لتجيبه ما لقيته الحبيبي، صادفني الحراس في المدينه قلت له أرأيتم من تحبه نفسي؟ فما إن تجاوزتهم، بس قطعت أنا عم بسأل ضايع عم دور عليه،
عم دور عليه، فما إن تجاوزته حتى وجدت من تحبه نفسي. شفت دغري، فأمسكته ولن أطلقه، ما راح أتركه حتى أدخله بيت أمي وخدر من حبلت بي. يعني لا يجعل روحها من العائلة. إذن ما بتقدر إلا ما تضلك تدور على الحبيب. واحد فكر إذا بتدور أنت بتلاقيه، بتدور هو بيخليك تلاقيه. تتذكر وقت راحت مريم على القبر، لقيت القبر فاضي، شو قالت لهم؟ لقد أخذتم ربي، أو أخذوا ربي ولا أعرف أين وضعوه. عم دور عليه. مريم ربوني. إيه شفته، هو أظهر نفسه لك. إذا بحثت عن من تحبه نفسك سوف تجد من تحبه نفسك. محتلي أستحلفكن يا بنات أورشليم أن لا توقظنا ولا تنبهنا الحب حتى يشاء. معطر بالمر بالبخور بجميع مصاحب التجار هو ذا سرير سليمان. شو يعني انت عم تصور سرير سليمان؟ تعرفوا سرير سليمان كيف كان؟ سورة العظمة عند الملك. انا بتذكر ستي بتلا تقول بقصر يلدز، راس بنس اهم قصر، قصر يلدز. لحتى هلا ما بعرف مين قصر يلدز، بس انه شيء يعني مهم. اذا بياخذوا صوره، صوره عظيمه عن السرير، سرير العريس وقتها بيكون سرير سليمان. يعني عم تحكوا انتوا عن تذكروا حريم السلطان، السلطان سليمان. يعني اذا جميله انت يا خليلتي، جميله انت. طيب جميله ببلش بتفاصيل جمالها. عيناك كحمامتين من وراء نقابك. هي العروس بتحط، مش العريس بشيل النقاب. وشعرك كقطيع معز. بتضحك قدي اسود، قدي اسود كثيف. بيحكي عن جمال الشعر. يهبط من جبل جلعان، جبل عالي عم بيعتبر راسه هيك ونازل. شفت الصور الشعريه. اسنانه كقطيع خراف مجزوره مجزوزه. عم بيحكي عن الصفصف المزبوط. عم بيعطي وصف، وصف لملكه جمال بهداك العصر. هداك العصر كان بيقول واحد عن عيونها حلوين، يقول عيونها مثل عيون البقره حلوين. معين؟ ممشوقة مثل الحصان. لك هلا قول لوحدة هيك بتصفى الكف. تغير التعبير، تغير التعبير. بيجيبكم شغلة بتقول الحب قوي كالموت. إني نائمة وقلبي مستيقظ. نايمة وقلبي مستيقظ. لاحظتوا ليش ناطرة حبيبة؟ لأنه ما معقول يكون غايب عنا حبيبة. إذا بصوت حبيبي قارعا أن افتحي لي يا أختي يا خليلتي. شوف أختي وصديقتي وحبيبتي. إذن الحبيبة بتكون العالم كله. أقعد بحاجة لشيء، لا لصديق، لا لأن كل شيء لي، كل شيء هو. يا حمامتي يا كاملتي، فإن رأسي قد امتلأ من الندى. بر ناطر، الندى إجا على رأسي. وخصائلي من قطرات الليل، قد نزعت ثوبي فكيف ألبسه؟ قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما؟ حبيبي أرسل يده من الثقب فتحركت له أحشاري. فهو الأصبار يفتح البيت. فقمت لأفتح لحبيبي وكانت يداي تقطراني مرا. طبعا
المر نوع من العطور وأصابعي بالمر السائل على مقبض المسلاش عم بفتح الباب ففتحته لحبيبي لكن حبيبي ولى ومضى نفسي فاضت من تواريخ اختفى التمسته فما وجدته ودعوته فلم يجبني صادفني الحراس في المدينة فضربوني وجرحوني إذا نشوفوا العذاب قد ما كان فيه وهي تبقى تبحث عن الحبيب وحراس الأسوار نزعوا عني ردائي شو يعني في ظل أستحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي بماذا تخبرنا شو بدكم تخبروا عني بأن الحب قد أسقمني مرضت من وراء الحب ما فضل حبيبك على حبيب آخر ليش من فضل هالحبيب عن ما في غيره أيتها الجميلة بين النساء ميت واحد بيستحليك ما فضل حبيبك على حبيب آخر حتى تستحلفين هكذا حتى هالقد عم تقولين أستحلفكن بترد حبيبي أبيض أصهب علم بين ألوف رأسه ذهب خصائله كسعف النخل عيناه كحمامتين على أنهار المياه تغتسلان تصف يداه حلقتان من ذهب سقاه عمودا من رخام مختار كالأرز حلقه كله عذوبة بل هو شهيد بجملته هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم نمر الخلع أين ذهب حبيبك ما راح أيتها الجميلة في النساء إلى أين توجه حبيبك فتلتمسين فنلتمسه معك وين راح حتى نروح ندور عليه نوع من المسخر عليها حبيبي نزل إلى جنته إلى روضة الأطياب ليرعى في الجنات ويجمع السوسن أنا لحبيبي وحبيبي إلي هذه هون جايبها عاصم هو الذي يرعى أنا لحبيبي وحبيبي لي هذه هي العبودية شو العبد؟ يقول ملك السيد تبعه هذه هي جميلة أنت يا خليلتي بإلا هو رجع إجا بتقرأ وصف طويل عريض بعدين بتقوله ما أجمل بكمل ما أجمل قدميك بالحذاء يا بنت الأمير شفتوا كيف صور مأخوذة من القصر مشان هيك صار يقولوا هيدا حديث لسليمان لأنه مين بيحكي بيعرف تفاصيل القصر والغنى والفحش غير الملوك إذا عم بيقول هون الحبيب والحبيبة يسكنان القصر دون قصر بسبب العلاقة بالحب أنا لحبيبي وأشواقه إلي هلما يا حبيبي لنخرج إلى العقول والنبت في القرى من لي بك كأخ لي قد رضع ثديي أمي فأجدك في الخارج وأقبلك بغير أن يحتقروني ثم آخذك وأدخل بك إلى بيت أمي فتعلمني وأنا أسبيك الخمر وعصير الرمان أستحلفكن يا بنات أن لا توقظن ولا تنبهن الحب حتى يشاء اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ذراعك تتويا فإن الحب قوي كالموت سهامه سهام نار ولهيب الرب المياه العزيزة لا الغزيرة لا تستطيع أن تطفئ الحب والأنهار لا تغمر الحب ولو بث الإنسان كل ما لبيته في سبيل الحب لا
احتقارا. الناس كلها ما تقولش هيدا. شو بيعني هالكلام؟ بيعني إذا ما بتشوفوا الله بالعلاقة بينكم وبينه على هالمستوى لو ما وصلتوا له، بس خلي يكون هيدا هو الصورة الحقيقية، سيبقى الوضع بينكم وبين ربكم على ما أنتم عليه، طلبات وخوف ووعود حتى ما يعمل شيء يأذيكم. اوعى خافوا ربنا، ارضوه، شو بده اعملوا له؟ مثل الظالم يلي متسلط على الناس والناس بدها ترضيه. عن اي اله تتكلمون؟ وهنا يقول اذا هيدا الهكم اللي بحب بهالشكل لك استفيدوا استفيدوا، ولكن ما تكونوا متكبرين، يعني ما تكتفوا بس بحبه لكم، قبلوه بس ما تكتفوا. بادروا بشو؟ بأن يشعر الله أن حبه ما راح سدى، رغم أنه لو راح سدى وهو رايح سدى لن يتوقف الله عن حبه لكم. شوفوا ما لحق محبوب عن الله وعن حب الله لكم. بالصلاة عيشوا هالحالة. عن قليل بالصلاة لا، ولا الصلاة بزاهي مظبوط بزاهي. أنا وقت بسمع ابني ورفيته عم بيحكوا بالغوضة هيك، هن عايشين حالة غريبة عجيبة. احنا بقلها لمرتي ليك الهبل، شوف شو عم يحكوا، فبيقعدوا ثلاث ساعات يحكوا هالحكي. طب ما زهقوا؟ ما بيزهق اللي بحب، ما بيزهق مش من الكلام، ما بيزهق من القعده. زهقنا طبعا، بدك تزهق من شويه ربع ساعه صلاه بتزهق. ابونا ليش بتضلكوا تترددوا وما بتغيروا هيك كل مره شوي نفس الكلام نفس الكلام بالصلاه؟ لخي اثنين حبيبين شو بيقولوا؟ بحبك 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 ليل نهار بحبك بحبك، ما في غير كلمة؟ أكثر شيء بقول لك لو فيني اخترع كلمة غير بحبك كنت قلت لك إياها، بس ما في مشان هيك بحبك برجع بقول لك. وما بيزهقوا. ليش بس مع الله بدنا نزهق؟ لأنه نحن تحديد العلاقة هي عبارة عن طلبات ووعود خوفاً. بتقول رابعة العدوية هيدي منا مسيحية متصوفة إسلامية. بتقول أنا من أهوى، أنا هو اللي بحب بصير أنا، ومن أهوى أنا بصير هو. هيدا الاتحاد الكامل. وقتها عم بيقولوا لها بدنا نجوزك، كيف بدي اتجوز وانا عاطي حالي لحدا تاني؟ هو الله رابعا عدوي. انا من اهوى ومن اهوى انا. بتعرفوا هيك القصه وقت بس تطلع على الجنه بدقوا الباب بقول له مين؟ بقول له ابراهيم. ما بيفتح. بيرجع بدق الباب انا ابونا ابراهيم، ما بيفتح. ثالث مره بدق الباب بفهم انا، بقول له هيدا انت، هون بيفتح. بتتم الوحدة. بالفصح بالفصح، أنا جايلكم إياها بالفصح يا إخوان. على الصليب، إذا ما شفتوا الصليب هو التخت تبع ليلة الدخلة، التخت تبع الليلة الأولى بالعرس. يعني بس تروحوا على شهر العسل أول ليلة بتم اللقاء الأخير الأول الآخر. على الصليب تمت العلاقة الحميمة بين المسيح وكنيسته، والعروس بس ينام مع العريس بيطلع دم.
مش ان هيك يسوع طلع دم من جنبه ليقول تمت القصة جوزتكن يا كنيسة المسيح. ايه بس ما طلع من العروس لانه ما بيريد ان يجرحها ابدا. جرح نفسه. لما تشوف هيك الفصح سيك الرزنام بعد في 45 يوم لا فصح بعد بصيروا تعدوا الفصح على اساس صيامكم بدل ما تزينوا صيامكم على اساس الفصح. الدنيا مقلوبة ليش؟ لانه حقيقة الحب مش عايشينها. شكرا.